Les agriculteurs, c'est-à-dire تم هذا اليوم تحت إشراف السيد والي ولاية خنجرة التنصيب الرسمي للرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لمديرية الحماية المدنية لولاية خنجرة، حيث أن الدور الأساسي لهذا الرتل هو حماية الثروة الغابية التي تزخر بها ولاية خنجرة ومكافحة حرائق الغابات من خلال التدخلات ودعم كل وحدات من 11 الموزعة عبر تراب الولاية، وكذلك تدعيم الولايات المجاورة في حال تطلب الأمر ذلك.